بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة أي بعد الظهر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، هذا وقت الوقوف. فمن أدرك عرفة في هذا الوقت فقد حج، ومن فاته فقد فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، قال هو المعلق حفظه الله. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، يعني ليلة المزدلفة، فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، أي صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي، أي أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي الفجر ليلة المزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي رحمهم الله. ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق رحمه الله، أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة، لقوله عرفت فسميت عرفة. وقال ابن المبارك رحمه الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء رحمهم الله قال: إنما سميت عرفة أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك فيقول: عرفت عرفت، فسمي عرفات. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأبي مجلد رحمه الله، والله أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحلال والمشعر الأقصى والإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له الإلال إلى تلك الشراج القوابل. الشراج مسيل الماء. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا أبو عامر عن زمعة وابن صالح عن سلمة وابن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفع من عرفة حتى غربت الشمس. كان أهل الجاهلية يخرجون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب. ورواه ابن مردوية رحمه الله من حديث زمعة ابن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس، أي في أول وقت الفجر، حتى إذا أسفر أن انتشر الضوء كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس. إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهنا، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، الدفع من عرفة بعد الغروب، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، يعني من مزدلفة. قال: وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، يعني من عرفة. وكانوا أهل الجاهلية يدفعون من المشعر الحرام مزدلفة بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، يعني الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك، فالخروج من عرفة بعد الغروب، وأما أن الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. هكذا رواه ابن مردوية رحمه الله، وهذا لفظه. والحاكم رحمه الله في مستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن ابن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به رحمهم الله. وقال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط الشيخين، أي شرط البخاري ومسلم رحمهم الله، ولم يخرجاه. قال: وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سمع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أي جهال أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. فثبت أن المسور سمع من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال: رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلاً أصلع، أصلع يعني ليس شعر في مقدم رأسه، على بعير له يوضع أي يسرع، وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع، يعني على قدر لا يكون فيه أذى للغير. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم رحمه الله قال فيه: ولم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص أي قرص الشمس، وأردف أسامة
رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق أي ضيق للقصواء للناقة الزمام، يعني حتى لا تؤذي الناس، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، أي الخشبة التي على الرحل، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا ولا يؤذي بعضكم بعضا. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا، أي أرخى الزمام قليلا حتى تصعد الناقة، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى نافلة بين المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء الناقة حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، انتشر النور جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وفي الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال: كان يسير العنق. العنق نوع من السير، يعني فإذا وجد فجوة أي سعة نص أي أسرع، والعنق هو انبساط السير، يعني وسط لا سرعة ولا بطء، والنص فوقه، النص هو يعني أعلى من العنق، فكان إذا وجد سعة يسرع، وإذا لم يجد سعة كان وسط. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي رحمه الله فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة رحمهم الله قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي الصلاتين جميعا، المغرب والعشاء للمزدلفة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت، أي نزلت، حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام أي المزدلفة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فقال: هو الجبل وما حوله، يعني كان في مكان المسجد اليوم جبل. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: رآهم ابن عمر رضي الله عنهما يزدحمون على قزح، اسم جبل، فقال: على ما يزدحم هؤلاء؟ كل ما هاهنا مشعر، أي المزدلفة كلها مشعر حرام. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة رحمهم الله أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين، المشعر الحرام ما بين الجبلين. وقال ابن جريج رحمه الله:
قلت لعطاء رحمه الله: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة، أي جبلي عرفة، فذلك إلى محسر، أي فذلك المشعر الحرام إلى محسر. قال: وليس المأزمان الجبلان مأزم عرفة من المزدلفة، ولكن مفاضاهما. قال: فقف بينهما إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح اسم جبل، هلم إلينا من أجل طريق الناس، أن ابعد عن الطريق. قلت: والمشعر هي المعالم الظاهرة، المشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، ومزدلفة هي في الحرم، وأما عرفة خارج الحرم. وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به؟ كما ذهب إليه طائفة من السلف، قالوا أن الوقوف بالمزدلفة ركن. وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، منهم القفال وابن خزيمة رحمهم الله لحديث عروة بن مدرس، أو القول الثاني أنه واجب، كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أي إذا فاته الوقوف بالمزدلفة يجبر بدم، أو مستحب لا يجب بتركه شيء، كما هو القول الآخر في ذلك. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء، لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. فالمبيت بالمزدلفة واجب، ويرخص للضعفة في آخر الليل. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة، اسم موضع، فعرنة ليس من عرفة، وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف إلا محسرا، فمحسر بين مزدلفة وبين منى، ليس من مزدلفة وليس من منى. هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، أي احذروا عرنة، اسم مكان ليس هو من عرفة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، محسر بين مزدلفة وبين منى، فاحذروا محسر. وكل فجاج مكة منحر، أي كل طرق مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. 11 و12 و13 كلها أيام الذبح، ذبح الهدي والأضاحي. وهذا أيضا منقطع، يعني سقط من سنده راوي، فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم رضي الله عنه، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان. فقال الوليد: عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره، والله أعلم. وقوله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحمد لله الذي هدانا، اللهم ثبتنا على الهداية وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي قيل
من قبل هذا الهدى، وقيل قبل القرآن وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. الحمد لله الذي هدانا، اللهم ثبتنا على الهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريش. الناس كلهم يقفون بعرفة إلا قريش كانوا يقفون بمزدلفة يقولون نحن أهل الحرم لا نطلع من الحرم. فالله أمر بالوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو أعظم ركن من أركان الحج، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريش، فإنهم قريش لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أذن الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته أي سكان بيته، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم ركن من أركان الحج، ومن لم يقف بعرفة لا حج له. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمهم الله، وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة، يعني ضيعت بعيرا لي بعرفة، فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف أي بعرفة، قلت إن هذا من الحمص يعني من قريش، ما شأنه هاهنا؟ فالله أمره بالوقوف بعرفة، فلا بد من الوقوف بعرفة. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله. ثم روى البخاري رحمه الله من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير رحمه الله عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله فقط. قال: والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه الإمام. قال ابن جرير رحمه الله: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى منى. وقوله تعالى: واستغفروا الله
إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. وفي الصحيحين رحمهم الله أنه ندب أي حث إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، وتكميل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي هذا بعد كل صلاة. وقد روى ابن جرير رحمه الله هاهنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ابن مرداس السلمي، استغفاره عليه السلام لأمته عشية عرفة، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأورد ابن مردوية رحمه الله هاهنا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. فينبغي لنا أن نحفظ هذا الاستغفار: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ينبغي أن نحفظ هذا الاستغفار ونستغفر الله ونترك الذنوب. فشروط التوبة: ترك الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم الرجوع، ورد حقوق الناس إلى الناس. وفي الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة، فينبغي لنا أن نستغفر كثيرا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، فقال ابن جريج عن عطاء رحمهم الله هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، وكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس، وروى ابن جرير رحمهم الله من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح بأحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة بأحد رواياته، ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة رحمهم الله والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرى على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى، وأو هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يونس عليه السلام، وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمور دنياه، وهو معرض عن آخراه، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان قوم من الأعراب أهل البادية يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى، فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر،
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة أي واسعة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هني، وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين رحمهم الله، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة أي داخلة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات أي في أرض الموقف، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وهذا دعاء جامع ينبغي الإكثار منه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس ابن مالك رضي الله عنه وقال له ثابت رحمه الله: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة: إن إخوانك يريدون القيام فادعوا لهم. فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد وعبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين يعني كان مريضا قد صار مثل الفرخ يعني ضعف حتى صار مثل الطير الذي يخرج من البيضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. قال فدعاه فدعا الله فشفاه. لا تطلب عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، استعذ بالله من عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انفرد بإخراجه المسلم رحمه الله، ورواه من حديث ابن أبي عدي به رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود أن في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء. وروى ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي سنده ضعف، والله أعلم. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي، أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا من الملائكة عليهم السلام يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالملك يقول آمين. وقال الحاكم في مستدركه رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني على أن يدعوني أن يتركوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأيام المعلومات أيام العشر، عشر ذي الحجة. وقال عكرمة رحمه الله: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر، تعظيما لله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أي وذكر لله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد
عن أبي المليح عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم أيضا رحمه الله. وتقدم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: عرف كلها موقف، وأيام التشريق كلها ذبح، يعني وقت لذبح الهدي والضحايا. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. إذا رميت الجمرة يوم 11 واليوم 12 بعد الزوال فإن شئت فقد كمل حجك. تعجل يعني يبقى نص يوم من 12 ويبقى يوم 13، فتعجلت فلا إثم عليك. وإن بقيت كملت يوم 12 ورميت الجمرة يوم 13 فلا جناح عليك. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وحدثنا خلاد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، إلا المتمتع إذا لم يجد هديا فيصوم أيام التشريق لأنه فاته الوقت، وأما غير ذلك فصيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري رحمه الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي. زيادة حسنة ولكن مرسلة، والمرسل هو ما رواه التابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالزهري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق وقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله رضي الله عنه. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال: هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أمه قالت: لك أني أنظر إلى علي رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار رضي الله عنه وهو يقول: يا أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق 4 أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك
وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاثة يوم النحر ويومان بعده، اذبح بأيهن شئت، وأفضلهن وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي عند ذبح الأضحية. وقد تقدم وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق أيضا به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء رحمهم الله، وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر يوم الثالث عشر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني رحمه الله، ولكن لا يصح مرفوعا، والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته أي خيمته، ويكبر أهل السوق لتكبيره حتى ترتج منها تكبيرا، لكل واحد يكبر ليس صوتا جماعيا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول يوم 12 والثاني يوم 13، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجتمعون يوم القيامة، كما قال تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي شديد الخصوم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال السدي رحمه الله: نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي من الكفار، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، يعني نافق، أظهر الإسلام بلسانه وقلبه كافر. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم الذين قتلوا بالرجيع، قتلهم المشركون
وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب رضي الله عنه وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، الصبر دواء مر، يلبسون للناس مسوك الضأن، يعني يظهرون اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران، نعوذ بالله من الفتن. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، ووجدتها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نعوذ بالله من النفاق وأهله. وحدثني محمد بن أبي معشر، أخبرني أبي أبو معشر نجيح، قال: سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، وقال سعيد: إن في بعض الكتب إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضان من اللين، يجترون الدنيا بالدين، أن يأخذون الدنيا باسم الدين. قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون، وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران، نسأل الله العافية. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح، نعوذ بالله من النفاق وأهله. وأما قوله: ويشهد الله على ما في قلبه، فقرأه ابن محيصن: ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم ما قما، ولكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة: ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، نعوذ بالله، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق رحمه الله عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معناه
أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسان، وهذا المعنى صحيح. وقاله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله، واختاره ابن جرير رحمه الله، وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه عن مجاهد رحمه الله، والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة هو الأعوج، وتنذر به قوم اللد أي عوجا، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور ويزور عن الحق، أي يميل عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية، فيجب علينا أن نحذر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة بالباطل. قال: وقال عبد الله بن يزيد رحمه الله: حدثنا سفيان، حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصوم بالباطل. وهكذا رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر رحمه الله بقوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة بالباطل، نعوذ بالله. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، نعوذ بالله. والسعي هنا هو القصد، كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه، عن الجري بالأقدام منهي عنه بالسنة النبوية، بل معناه المشي إلى الجمعة. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تجرون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوم للناس إلا بهما.